سوف نتعرف على طريقة كيفية حل مشكل الإعدادات. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق شأن. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت. بعدها سوف نقوم بإيقاف تشغيل الواي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق شأن، سوف يظهر لنا على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديث، قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم شأن. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك.